السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. لو عندك زغلول مش قادر يقف على رجليه، رجليه مفتوحة، هتعمل ايه؟ موضوع النهاردة اللي هو الرجلين المفتوحة في الزغاليل، يعني الزغلول مش قادر يقف ورجليه مفتوحة كده، تلاقي رجليه بعيد عن بعض كده، تعمل فيهم ايه؟ هنشوف مع بعض. عندي الكالسيمات ده بشري، الاقراص دي اللي هي الكبسولات دي، هناتي كل يوم كبسولة لمدة 5 ايام في الفم اللي الزغلول اللي هو عامل كده. لكن فيه طريقة تانية هنعملها عملي، ان احنا هنربط الرجلين في بعض بالخيط، لكن هقول لحضرتك ازاي. الزغلول ده اللي معانا لابس دبلة اهو في رجليه، الدبلة تمام، دي دبلة تتحد، احنا هنستغل الدبلة دي، هنستغل الدبلة دي اهو، هندخل الخيط معانا ابرة بخيط اهو، ابرة وخيط تمام. هنعمل ايه؟ هندخل الابرة بالخيط، نعدي الخيط من الرجل كده، الابرة عديناها تمام اهو، خلاص نربط الخيط، نعمل له عقدة تمام اهو، نقرب شوية، نربط الرجل دي خيط كده. حضرتك طبعا هو لابس دبلة واحدة، فاحنا محتاجين دبلة تانية. خلاص ربطنا الرجل دي، معانا الدبل اللي هي الكليبسات دي، المية منهم بيتباعوا يعني ب60 جنيه، ب65 جنيه، حاجة زي كده على حسب ما هتجيبها. يعني الدبلة دي فك وتركيب، هتركبها وتبقى تفكها وقت ما تحب تفكها، دي بنقسمها استخدمها بس في الطريقة دي في العلاج ده علشان اعالج بها الزغلول. اركب الدبلة هنا في الرجل التانية دي تمام، قبل ما اقفل الدبلة عدي منها الخيط التاني ده، او عديه، المهم تعديه من تحت الدبلة في الاول، في الاخر زي ما تحب اهو. عديت الخيط، اقفل الدبلة، خلاص قفلنا الدبلة، خلاص اسمع التكة بتاعت الدبلة اتقفلت تمام، يبقى معانا الخيط في الرجلتين بالشكل ده. هو الخيط اتكعبل شوية بس احنا هنظبطه اهو، هنخلي الخيط ماسك في الرجلتين مع بعض، نشد 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 الخيط تماما لحد ما يبقاش فيه اي زيادات، لحد ما نلم الرجلتين كده، نقربهم من بعض عشان الزغلول ما تبقاش ماشية رجليه مفتوحة. الرجلتين اصبحهم قدام بعض، نقص الزيادة اللي هي بتاعت الدبلة الاولانية، خلي بالنا حسنا الزيادة دي ملهاش لازمة، ونعمل العقدة في الخيط التاني ده. بعد ما ربطناها بقت بالشكل ده، نقص برضو الزيادة دي علشان الزغلول وهو بيمشي ما يتكعبلش فيها، الزيادة اللي هي دي نخلي بالنا واحنا بنقص الزيادة دي. قصينا الزيادة، اصبح الزغلول رجليه اتضمت على بعض، هنسيبه كده مثلا اسبوع او حاجة بالشكل ده، رجليه اهي ممسوكة، مش هيعرف يفتح رجليه اكتر من كده، هيقف وتعود على الوقفة الصح. وهنعطيه برضو منساش الكالسيمات، نكمل من الكالسيمات ده 5 ايام ان شاء الله هيقف وهيكون صحته تمام.
بعد ما نعطي الدواء الخمس ايام ونسيب الرباط ده لحد ما نلاقي ان الزغلول بقى واقف، تحس ان هو خلاص بقى ما عادش محتاج ان الخيط ده، نبقى نفك الخيط. تمام كده، كده يكون خلصنا الفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.